السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل فيرتشوال رياليتي ونعمل كيو ار بحيث ان اي حد من خلال ان هو يعمل مسح من خلال الموبايل مثلا يقدر ان هو يشوف الحاجة دي؟ الموضوع خالص ومش هنضطر ان احنا نسطب برامج، هنقول له ان احنا عايزين نعمل رندر ان كلاود كونتينيو و3 دي فيو. هتختار 3 دي فيو اللي انت عايزه، الاوتبوت طيب ممكن نقول له بانوراما، الريندر خليها ستاندرد اول مره، الاكسبوجر الويت زي ما انت عايز، وهقول له ستارت الريندر، وممكن نقول له ايميل مي اهوان كومبليت، هيبعت لك ايميل لما يخلص الريندر بتاعه. هيبدأ يرفع الملف ده وتعمل له ريندر على الكلاود. فبيجي لي الرسالة اهوت بيقول لي انها تم عمل الرندر. الاقي الملفات بتاعتي اهيت، اقول له فيو بروجكت، هاجي هنا واقول له ان انا عايز اشوف الرندر ده على التليفون واشارك الصوره ديت، اقول له سيف ايمج از او كوبي ايمج او ابعتها، يبقى عندي لينك يبقى فيه الكود دوت.